خاص قارورة إترا ونص 130 دينار فقط. فانتا اتفنن وقلبها، قول ايه للبناء، امزجها واستبنها. فانتا بناء وتبني جم قلبها. 20 سنة وهي معايا. معايا الصباح وحشية، معاها مكونكتي بزاف وديما. رقمك عزيز وتحط حفظ عليه، اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضر والاس ام اس غير محدودة نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحة ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكالة تجارية موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا. صحيح يا بنتي. هيا صار
الحوت. والو عند الياس برك ان شاء الله يسلك يروح حولني قاعد تمك حتى يطيح علينا. شكون يطيح عليك ونعينهم فينا مجاو يستناوك؟ ما خلوهمش هكذا يا ودي. هني روحك رمبوثي للياس. زعما ليلى؟ ماشي زعما ليلى. على شفتنا ليلى استني فرغي القلعة تاعك. علاش بصح؟ فرغي القلعة تاعك برك ما كنتش قلتي الهضرة. الياس واش بيك واش كاين؟ الياس واش كاين؟ شوفي روحي للدار وما تشوفيش برك. واش هذا؟ يلا حزرني. واش كاين اشوف واش كاين؟ ما عندي والو. فتشوف فتشوف درت يا شيف. علاش تفتشوني يا شيف؟ قلت لك ما عندي والو. فتشوف كيما عندك والو علاه تهرب؟ هربت خفت برك اشوف هذا مكان. حطوا القيرو. نايمات الخدمة بصح يا فيق لو كان جات هي لو كان نطحوا علينا احنا تاني هنا مما دارتهاش اليوم ديرها غدوة لازم نحوها من الطريق. مصيبة هاد الطفلة مصيبة مصيبة وحصلنا فيها. ليش كي كان مع فاضل كنا ملاح فاضيلة طير من المقله كي ولا مع ليلى دنا الواد. فاضيلة هي اللي تفريها. انت مرة أخرى نخيط لك كنيف تاع كلب. شريم اسكت. هذه المرة الثانية وانتم ما تخسروها. يا طير
سلام. ولا حبيتي تحبسي كي نحب انا. يعطيك صحة، شكرا، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام يوسف. سليمان وش حوالك؟ على سلامتك حبيبي. يا سيدي منين طلت الشمس وزرتنا اليوم؟ يطول في عمرك يا اخي، انت قلت لي منين نجيبك طريق اروح. مرحبا بك، الدار دارك وتشرفني في اي وقت. بارك الله فيك. اروح اشرب قهوة. لا لا برك جبت لك الدواء اللي كنت موصيني عليه، عندي صاحبي فارماسيان جابوني. يا خويا يوسف على بالك شغل رديت لي الحياة، وصيت عليه حتى في لترونجي ومازال ما جابوهوليش. كثر خيرك ربي يجازيك. بلا مزيه يا خويا، كثر خير ربي. اي السلام عليكم. اصبر وراك رايح، لا راك مزروب. الطوموبيل قلت لي بعتها ولا راك خدام؟ لا لا بعتها وماني ندير والو. وكش مارو باينك لك حاجه؟ مازال شويه ربي برحمته. ولو كان بروبوزي لك خدمه واش تقول؟ ما تقول والو، ما تخمم والو، نقعدوا نشربوا قهوه ونحكيوا عليها. روح خالد. طفله قطعت لي قلبي، ولو كان تشوف باباها. ما كاش بلاصه لهضره كيما هادي في خدمتنا، هادي تفهمنا عليها من الاول، مازيدش نعاود في الهضره. اش ما تعرفينيش سليم، مانيش قادره نزيد نخدم، سرحني. مسرحك كي تخدمي واش طلبت لك، وبلا ما نساو الشغل هذاك انت وعمر. بعد حبيتي تروحي روحي. واش من حاجه هذه لازم كملها انا عمر؟ كل حاجه في وقتها. واش بدلك زهور؟ بزاف حوايج تبدلوا. انا اللي ماتت يما الله يرحمها. زهور هذيك ماشي يماك. على بالي ماشي يما، وانت اللي رفدتني ودرت فيا خير كبير، وعمري ما سحقيت حاجه معك صح. كيما على بالي بلي انت حبيتني، بصح انا ما نستاهلش نكون معك، على خاطر انا ما عندي حتى واحد، لا يمات لا بابات، انا بتلاسيستاج. ولا تسبى اللي خلاتك تبدلني بصاحبتي صفية، هادوك على بالي بيهم. زيد كاش ما زيد حاجة تفكرني بيها ها؟ اليوم راني طالبة حاجة واحدة منك برك، وين راحت خمامك؟ شوفي حبيتي تروحي سهلة، كل ما تجيبي لي كنينة كل ما تسهليها على روحك. خلاص ذكرتي مني سنتي، واش كان بينات سليم؟ تعيش صفية أختي، واللي كان بيناتنا راه مدفون بلا ما زيد تحيه. تعيش روحك كما حبيتي. Ah!
فاش دخلتي ما صبحتكش كي حليتي الباب؟ هذا وين جيت؟ ما عنديش دقيقه. واش راكي ديري قدام الشجره؟ والو ما كنت نسقي فيها برك. وتسقيها بالما اللي عمرتيه درك؟ هاو ها الطفله ما راكيش عجبتني هاد الايامات. خلاص تحبي نزيد نعمر لك الماء؟ هكذا كنتي رايحه جايه للواد. تاكل برا؟ واش حوالك؟ كيفاش راكي تحسي في روحك؟ بخير لاباس. حسيت روحي مليحه على ديك اللي قعدت برا. حتى انا فرحت كي شفت قاعده برا. فرحت اكثر كي دبرت لك الدواء تاعك. مازالك محير على الدواء؟ وراح نبقى محير حتى ترتاحي لي. سليمان ياك على بالك بلي مرضي ما عندوش حتى دواء؟ راك غير تعافي روحك برك. إيمان قداش مرة نقول لك ما تجيش تعاودي هذا الكلام؟ احنا نتسبوا رب العالمين هو الشافي. ديجا يا دخلي بال شوية الحال. هذا وين كنت تقول يعني فرحان كي راكي قاعدة برا ودوكاتك هي دخلي لداخل؟ صح يا لالا، مالا ندخل نجيب الكوطة ونجي. خلتها ناقصتي روحك. غزت ضربتني البرا في صباعي. راكي تخدمي نورمال ماشي تفهمنا نتلاقاو؟ والله ما لحقت، عندي خدمة بزاف وعندي تصديرة تاع عروسة لازمني نكملها. الوقت ضيق. تصديرة تاع عروسة؟ وهادي ما تقدرش تقوم بالواجب، لازم انتي. ماشي كيف لازمني نوقف انا على صوالحي، امانة الناس. حتى انا راني خدام، عندي بزاف شغالات. خليك. اي خلاص روح ربي يسهل. تهلاي في روحك. تهداني تهلاي في روحك. يعطيك الصحة.
نستناك سي سليمان. لا لا يوسف ما تستنانيش، روح ريح في الفيلا وكش ما تحتاج ما دامرك. اوكي ما كاش مشكل. اسمع بساعة الربعة ترجع لي هنايا. بيان سور كيما البارح. هذيك هي، يعطيك الصحة. هذه هي والو. راكم كثرتوا هاد الايامات من هاد الهضرة. كل دقيقة واش بيك واش بيك لياس واش بيك؟ قلت لكم ما بيا والو. بالعقل ياس، غير بالعقل، كلمي روحك. فهمنا برك كيف سلكت. والله غير بشعرة كون ماشي ليلة كون طيحوني. قلت لك ولا ما قلت لكش؟ قلت لك بصحت على راسك خشين، قلت لك الدعوة ماهيش مليحة. قلت نكملوا السلعة هذه ومن بعد نشوفوا طريق واحد اخرى. من هذاك النهار ونقول لك يا الياس خلينا نخرجوا من هذا الدوار. يا سيدي ادي معاك ليلة وخلينا نخرجوا برك. يا رضا على بالي وخمرتها مليح في راسي، حتى انا مانيش حاب نربط روحي بهذا الدوار. والباقي ما يهمنيش. ما يهموش. اسمع ما يهموش. كيف ما يهمكش؟ تخليها ونروحوا هكا. داك نيف عليها. اني خايف الهدره تخرج الياس. ما شافت ما سمعت، وانا اللي على بالي. هيا تهلا. أنا نعاونك زور عمر. ثقيلة محينك، عندك وليمة اليوم. الوليمة بلا بيك يا أخي، تعرفني أنا نقضي بالزيادة، كي يحتاجوا جيراني حاجة أحبابي نبدلهم. أعرفك قلبك كبير وتحبي جيرانك. قول لي عمر، صفية هاي مليحة شوية؟ من نهار اللي طلقت بدلو قاع طبايعها، ولا تطير في كل واحد يهضر معها، حتى المشترية تاع الحمام ولاو يهربوا من الزقا والعياط ديالها. حليلها مسكينه، سليم كش ما خلى لها عقل. لا غير هي، حتى انا ما سلكت منه. كل ما نحكي له حكايتي يقول لي حتى تفري لي واحد الشغل. جوستومون يا درا، واش من الشغل هذا اللي راه مصادفنا به كل مره؟ انا والله راني خايفه ما نكذبش عليك. ما تخافي ما والو. تي موا ودعي لك دويرة وعيشة وحدك، لكل حالة كيفي وسطنا وشغل ختنا حاجة ما تخصك، ماشي كي حالتي. الحالة هذه اللي راك فيها تالي وصلت روحك ليها، الراجل اللي راك تاكل فيه واحد ما حتم عليك تبيع دويرة والحمام سليم. طيش تاع الصغر وما عندي وين بيها. ما راكش وحدك، رانا كاع في يدو كي الخاتم في الصباح. دير بينا وش يحب. هلا غالب مش هادي الميت في غسالو. شو من ميت وش من غسال؟ اي راك وليتي تخلطي بزاف الهضره معايا. اش بك مقلق؟ واش كاين؟ واش راه صاري لك؟ والله هي لا مالا اللي خليتك فهمتو كامل على الهضره وحده اللي نهضر معاه. راك مقلق، راك مقلق، واش راكم حابين مني؟ ها ما راني حابه والو، خلاص
خلاص وراهي لامانة اللي خليت لك مليحة هكذا عجبتك؟ تما مازالك مقلق ودوك راك تحوس على الأمانة اللي خليتها. أنا ولينا الهضرة اللي ما نحبهاش. مشي هكذا. واش كاين داخل الساشي؟ تحبيش تفهم؟ ياك ما حليتيهاش؟ علاش راح نحلها؟ الياس ما راح تفيقني والوقت راح يفوت. مازلنا برك في الحكايات هذو. كي قلت لك طيحيه خذيتي شري ودرك راكي مباصيه. مباصيه؟ هذا واش عندك تقول لي؟ بعد ما قبلت نتزوج وعرفي خبيت كلش على ما هذا واش عندك تقول لي؟ صح. واش رايك نروحوا للجزائر ونعيشوا تما ما دامك ما حبيتيش تطيحي؟ وما لم نخليها ما تهبلينيش. هاني رايح. بغيتي تجي؟ اللهم بارك. ما بغيتيش؟ الله يسهل عليك. انا نروح وماني شمول. وتخليني وحدي؟ امك ما تقبل. دوك نحضر معاها. حالك عايشوك تفضلي تبقى لاخر. سلامة. صفية مازالك واقفة روحي ريحي. والله على عييت على بالك عييت. روحي عطي راحة لعمرك. معليش فطوم الله يخليك عيط لي خويا عمر يجيني. صح على بالي بلي ما تحمليها ما تحملك. الياس حكى لي كلش انا ورفيق. انا اللي ما نحملهاش. ما فهمتش كيفاش رجعتي بها وانا لا خبر. على هذا راني نقول لك انتي بالذات لازم تتهني منها اليوم قبل غدوه. والياس خلي عليا. خلاص انا من جهتي ما كاش مشكل. نهار وين تعاولوا قولوا لي. هذا شحال وانا نحوس لها على ضربه. يا طفلة فهمي احنا عاوننا وكملنا خلاص. قاد لي رفيق يجيب لي وش لازم والباقي عليك انتي.
خلاص متفاهمين. دقيقة، تخرجيها وتهبطيها لي للواد، فهمتي؟ أخطأتك. على راكي ساكتة وعينيك منفخين، قولي. لا لا ما جعتش برك. مليح، ما لاباليش كي تشبي عينك يتنفخوا. ما علاش ما كيش قابله بلياس؟ مسكين هو ناس ملاح، الناس برك اللي تغير منه. بنتي راكي موخدة، هذاك الناس تغير منه؟ شوفي ما تزيديش تجبدي لي الحكاية هذه. إيه بصح عليه، إيه فيها عليه. خارك عاداني غير على جال الحكاية هذه. رجال نقرو ها؟ مازال في الدنيا غير الياس تاعك. ولاد الدوار واحد ما جاي يخطبك غير على جاله. خلاص ما تصرفيش، ما راحش نزيد نجبد لك حكاية الياس. انت اللي جبدتي الحكاية هذه وتقولي لي خلاص؟ بيت هبليني. اعطيهم له وقل هذا عربون برك. عربون برك ماشي بزاف رفيق. لا لا ماشي بزاف، لازم نطموها نشاهدهم واعرين. لا بو هالكنية كيما ليلة والدور عليه كيما دارت على الياس. فضيضة ماشي كيف كيف. المهم ياك فهمتها اليوم؟ فهمتها، قعدت غير نعطيها الدراهم والسلعة. أنا الياس اللي مانيش قادر نزيد نصبر له. كي تحل خبرنا عاود نتلاقى. صح كاع نسيتو. هيا من بعد. آه يا رضا، كل عليك ولا مليح نبرد خاطري وزيدوا تخلصوني من فوق. ومازال نزيدولك، هذا عربون برك. هذا كمان عربون. الباقي ما نسحقوش، رجعوا لي الياس برك. هادشي كامل على جال الياس. اليوم يجيكم خبرها، انتم تتهنى وانا نتهنى معكم. تتهناوي ونسي ولا قاضي؟ انا اللي في راسي مدايرته. جاني من ناحيته من بالي من هذيك راح على بالك. صافية ما تخشنيش راسك، سليم حقودي يقدر يدير لك حاجة مشي مليحة. ما تنسايش الحمام والدويرة مازالهم ديالو. ما عنده ما يقضي. نهار يجي وليدي ولا بنتي نولي نسالب السيف عليه. معليش هاي الهضرة بصح. لازم تربي راحة لعمرك قبل داكوغ.
وي بوجي بوجها ايه ها لساني بي عليك اذا كليت والله لا لا شبس لي بكي كنا صغار شحال كنا نلعبوها اعلى شكون اللي قال كبرنا ما زلنا صغار انت برك اللي الفشوش تاعك زاد شوي تمنيت لو كان جبت لك طفل ولا طفلة قبل ما ما نحتاج لا طفل لا طفلة نحتاج كنتي ترتاحي تبقاي معي هذا ما كان كلها نكذبوا على بعضنا سليمة على بالي وش راه في خاطرك وش راه في خاطري أنا يا إيمان اشربي شوية شوية خلاص 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 بدلي علينا السجي هذا خلاص صح احكي لي بالتفصيل واش درتي اليوم ليلام علام تعديش الباك هاد العام بالك تجيبيه وتخرجي قام هاد الدوار اش من باك فضيلة الهم اللي فيه يكفيني وزيد انت ياكي رحت العاصمة وقريتي وش اللي تبدل هاكي مسميتني في الواد درك لا لا انا كنت قادرة نخدم ثم وش اللي مجيبك مال يعني قلت ما كان لها نخدم ثم خير نجي لهنا نقري خير تتخيلي وش تحبي مشي كيف انا نبقى نستنى في الياس قولي لي راني مغرقه روحي بحكايه الياس هذه وي فاضله خلينا من الحكايه هذه انتي ثانيه ليلى راكي تشوفي في الولد خارج طريق لا دروك ما فهمتش كامل واش عجبك فيه وانتي واش كان عجبك فيه كي كنتي معاه مش كيف كيف انا كنت صغيره كون حبيتيه صح نضحكش هاد الهضره عليه والله ما قصدي يا حبيبتي انا قلت عليك لازم يدير لك حل واش حبتني ندير فضيله كل ما نحكي معاه يعيط عليا ويتقلق ويروح ويخليني يعيط يتقلق كون انا منك نحكم هاد القنن في القلوب راسو فيها فاضله واش خداك واش بيك تكتب لي ما علاه فضيله هادي راحت جده والله ما فقت يا ليلى غطيني كيفاش نديرو مع خالتي يمنى والقله هذه كنت نقولها تكسرت وخلاص نقول لك حاجه هيا نروحوا عند عمي صالح هو يبيع هكا قلل كيفهم جاب لك ماما تفيقش هي تعرف كل خبشه فيها معليش هيا نروحوا ويلا فاقت فاقت هيا لا لا انا ما نروحش نستنى الياس دوك يجي خلاص مال انا نروح عند عمي صالح نجيب واحد اخرى ونجي هكا نربحوا الوقت معليش نخلي القله تاعي عندك ثقيله ما كان لها نطلعها ونجيبها خليها اما لا واش درت فيها مفريه ما فضيله صاي اسمع هذاك الياس يرحم بابك ما تخليش يهبط للود
لا كتبو كيدخل هنا نصمم منا ما يتحركش. قولي خبرت لي جندار؟ خبرتهم ايه. قلت لهم تلقى واحدة الدور في الواد راها مخبيتها في القرى. وصلنا فاضلة قفزة قفزة برك يا ودي الطير. هي أصله جيتها على 16 نسيت بلي دات لها الياس. ممسيتش. اسمع وهبط للوادة الياس. باك الوطني حبسي وما تحركيش. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. عشرين سنة وهي معايا. معايا الصباح وحشية.
معاها مكونيكتي بزاف وديما. رقمك عزيز وتحب تحفظ عليه، اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضر والاس ام اس غير محدوده نحو كل الشبكات. 80 جيجا انترنت صالحه ل 30 يوم ب 2000 دينار. باش تولي 20 شكل ايطوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكاله تجاريه موبيليس. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. خاص قارورة إترا ونص 130 دينار فقط. فانتا اتفنن وقلبها، قول إيه للبنا، امزجها واستبنها. فانتا بنا وتبني جام قلبة. عرض خاص قارورة إترا ونص 130 دينار فقط.